بشكل مفاجئ أول رد رسمي من جنوب أفريقيا على خطاب جلالة الملك محمد السادس. مرحبا، معك أبو البيس باسل شيك. إن شاء الله تكون بخير يا جماعة، بصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف أول رد رسمي من جنوب أفريقيا على خطاب جلالة الملك محمد السادس، وأيضا عنا موضوع هام عن القبائل. قبل ما نبلش فيديو لا تشتركوا بالقناة، فعل زر الجرس لنضل دائما تواصل، تحطوا لايك يا جماعة، خل الفيديو ينتشر. خلينا نبلش فيديو. قبل ما نبتدي بجنوب أفريقيا، في موضوع حدث الآن يا جماعة، عاجل مفاجأة جلالة الملك محمد السادس للبطل سفيان البقالي. بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البطل الأولمبي سفيان البقالي بمناسبة تتويجه بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع في منافسات أولمبياد القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وأعرب جلالة الملك محمد السادس عن تهانيه الحارة وتقديره لهذا الإنجاز الأولمبي الكبير الذي جاء ليتوج الجهود الجبارة التي ما فتأ البطل الأولمبي ببذلها لتحقيق أفضل الإنجازات. ومما جاء في برقية جلالة الملك محمد السادس: إننا إذ نشيد بهذا التتويج العالمي المستحق والذي رفعت به راية المغرب خفاقة في هذه التظاهرة الدولية المرموقة، لنرجو لك موصول التوفيق والتألق في مسيرتك الرياضية الحافلة مشمولا بسابق عطفنا وسامي رضانا. هذه كانت مفاجأة جلالة الملك محمد السادس للبطل المغربي سفيان البقالي، وهنيئا للجميع، هنيئا للمغاربة داخل الوطن وخارج الوطن هذه الجائزة الذهبية، وهنيئا لنا بهذه الإنجازات. وما شاء الله يا جماعة، اكتبوا لنا ما شاء الله، من انتصار إلى انتصار، وهذا الأمر ليس بغريب لأن المغاربة أينما وجدوا يكون لهم بصمة النجاح والتفوق. اكتبوا لنا بالتعليقات: حفظه الله ورعاه، نعم إنه الملك المحبوب الحاضر في جميع المناسبات. خلينا هلأ نبتدي بالموضوع الأول يلي هو نائب رئيس حكومة القبائل المؤقتة يصل إلى الرباط. شو القصة؟ بعد الرسالة التي بعثها رئيس حكومة القبائل المؤقتة فرحات مهني إلى شكيب بن موسى سفير المغرب في فرنسا، يعرب من خلاله عن شكره على دعم الدبلوماسية المغربية لمطلب استقلال الشعب القبائلي، حل بالرباط القيادي بحركة من أجل تقرير مصير الشعب القبائلي، ونائب رئيس الحكومة المؤقتة أكسل بالعباسي. وكان الدبلوماسي في حكومة القبائل المؤقتة قد وجه رسالة تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، كما دعا إلى تحرير القبائل، مشيرا إلى أن حكومة القبائل تستعد لاستصدار جواز سفر ينتظر أن يحظى بقبول المغرب والاعتراف به، لكون المناضلين القبائليين أصبحوا مضطهدين من طرف السلطات الحاكمة في الجزائر. وشدد القيادي ونائب رئيس الحكومة القبائل المؤقتة على أن نضال الشعب القبائلي سيظل سلميا ويسعى للاستقلال عن السلطة الجزائرية التي تعمدت تهميش القبائل وتعذيب مناضليها وترسيخ الحقد تجاه أبناء القبائل. باختصار هذا الأمر الذي حدث، ونقول لفرحات مهني: كن فرحان ومتهني لأن المغرب هو الذي صدر القرار، ولا يمكن لأحد أن يقف أمام زئير الأسد. اكتبوا لنا بالتعليقات على فرحات مهني أن يكون فرحان ومتهني. وخلينا هلأ ننتقل إلى أول رد رسمي من جنوب أفريقيا على خطاب جلالة الملك محمد السادس.
شو القصة؟ جنوب أفريقيا، الجزائر عليها النظر بجدية إلى دعوة جلالة الملك محمد السادس. قال معهد جنوب أفريقيا الرسمي للشؤون الدولية إنه يتعين على القادة الجزائريين النظر بجدية إلى دعوة جلالة الملك محمد السادس لإعادة فتح الحدود بين البلدين الجارين. وقال المسؤول عن برنامج الحكامة والدبلوماسية في أفريقيا بالمعهد ستيفن غرود في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن فتح الحدود بعد سنوات عديدة سيشكل خطوة إيجابية بالنسبة لشعبي البلدين، واعتبر أنه حان الوقت للمضي قدما ووضع حد لعقود من إغلاق الحدود بين البلدين وللمعاناة التي تتكبدها الساكنة التي تعيش بالقرب من الحدود، وشدد على أنه من غير الطبيعي أن تظل الحدود مغلقة بين الجيران، لافتا إلى أن فتح الحدود سيكون بمثابة مبادرة جيدة ستساهم في التقريب بين البلدين. وتابع قائلا إن هذه المقاربة من شأنها بس نفس جديد في مشروع الاندماج المغاربي وتقريب مختلف الأطراف من حل لقضية الصحراء المغربية، وخلص إلى أن فتح الحدود سيسمح بمبادلات تجارية أفضل وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي أكبر بالنسبة للبلدين. هذا كان أول رد من جنوب أفريقيا. باختصار ما نراه الآن عدة آراء أشادت بخطاب جلالة الملك محمد السادس. نعم إنه الخطاب الملكي، إنه الخطاب التاريخي، إنه خطاب المحبة واليد الممدودة. حان الوقت للجزائر أن تغتنم هذه الفرصة الذهبية التي منحها جلالة الملك محمد السادس. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشيء، وخلينا نختم هذا الفيديو ونقول تحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس وهذا الخطاب التاريخي الذي أصبح حديث دول العالم بالحكمة والإرادة والمعرفة واليد الممدودة والرأي السديد والعقل الراجح. تحية كبيرة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه. اكتبوا لنا بالتعليقات حفظه الله ورعاه وهنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنه المغرب سيد القرار، إنه المغرب يا سادة. وهيك وصلنا لآخر الفيديو، كل الحب وطن. سلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.